السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة بروسينسي ماروك. الفيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون الحلقة رقم 2 من سلسلة تعليم برمجة لاماشين سي إن سي. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون عندها علاقة فقط بالواجهة ديال لوجيسيال أرتكام. غنشوفوا الواجهة ديال لوجيسيال أرتكام كيفاش كنحلوا أن نوفو فيشي جديد، كيفاش كنرسموا فيه، كيفاش كنحولوا الرسم الى بروغراماسيون، كيفاش داك الرسم كيتحول من بعد ما كيولي بروغراماسيون كيولي للجي كود. هادشي كله ان شاء الله غادي نشوفوه في هذه الحلقه ان شاء الله. غير هو في هذه الحلقه غادي نشوفوا نظره خفيفه ظريفه على الواجهه. الحلقه الجايه ان شاء الله هي اللي غادي ندخلوا فيها في التفاصيل ديال اللوجيسيال. طبيعه الحال بالنسبه للناس اللي ما شافوش الحلقه الاولى من السلسله، فلا ماشين سي ان سي هي واحد الماكينه اللي اخترعات باش توفر لنا واحد الجهد كبير وواحد الوقت اللي طويل باش ننتجوا بعض الاعمال، مثلا كقطع الالومنيوم او كقطع الخشب او الحفر او النقش. لا ماشين جات باش توفر لنا بزاف ديال الجهد وبزاف ديال الوقت والانتاجيه كتكون هائله. نبداو على بركه الله ونفتحوا اللوجيسيال ديالنا الارتكام. من بعد ما كيتحل اللوجيسيال اول حاجه كنديرو هي كنحلو واحد نوفو فيشي. كنجيو اما نحلو فيشي جديد نوفو موديل او فيشي اخر اللي ديجا كنا حليناه. حنا غنبداو نوفو موديل، نديرو العبار حنا ديال العلو. مثلا لا ماشين كتهز 3 متر على متر ونص الطبله ديالها، حنا غادي نخدمو على 3 متر اللي هي 3000 ملم على 1500 ملم باش كنعرفو الطبله ديالنا شحال كتهز لينا ديال لا ماشين. فوالا هنا كيتحل لينا الفيشي ديالنا. هادي لا ليز ديال الطبله فيها 3 متر على متر ونص. هنا عندنا في الواجهه كما كنشوفو عندنا هادو كيتسموا النوافذ لي فونيتر. كاينه فيشي فيها بزاف ديال لي سو فونيتر، كاينه اديسيون، كاينه فيو، كاينه موديل، كاينه فيكتور، بيت ماب، سروليف، باركور دوشي، فونيتر اد. وهنا كاينين لي باليت ديال الديسان، هنا كاين ديال لا 3 دي، هنا كاين ديال الرولييف، هنا كاين ديال ديفورماسيون. ملي كنحلو لا فونيتر فيشي كنلقاو اول حاجه في نوفو، حنا ديجا دي نوفو فيشي كنلقاو اوفغيغ الا بغينا نحلو شي فيشي جديد. مثلا لو وركنا عليها غيطلعو لنا كاع لي فيشي اللي فيتينا خدمناهم بكاع لي دوسي اللي عندنا، يعني اي دوسي فيه شي فيشي نقدر ندير عليه دوبل كليك يتحل ليا. عندنا فيرمي لو موديل، اون فوا نكليكي عليها غادي تسد هادشي كامل، غتبقى محلو الواجهه ديال الارتكام ولكن غيتسد الفيشي اللي خدام عليه. مثلا فرضا الكليون مثلا سميتو عزيز، الفيشي ديال عزيز غادي تسد ولكن غتبقى محلوله الواجهه ديال الارتكام. نجيو هنا كاين اونغيستري، مثلا بحال دابا حنا ناخذ مثال في هذا الفيشي دابا اللي حالينو، غنديرو اونغيستري، غنجيو البيرو مثلا نسجلوه، كليك على اونغيستري الفيشي ديالنا تسجل لينا في البيرو اللي هو هذا. كيف ما كيبان لكم هذا هو الفيشي دابا حنا اللي خدامين عليه. ملي كنديرو اونغيستري سو كنولي مسجل فيشي اخر بسميه اخرى نقدر نختارها. كاين هنايا امبريمي، هادي عندها علاقة بالامبريمونت، إلا وركنا عليها غنامبريميو هاد الصورة في الامبريمونت تخرج لنا في ورقة، لأنه بعض المرات كتكون مثلا أنت خدام معك واحد 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 المجموعة من الناس خدامين معك، يعني أنت غتبروغرامي الفيشي ديالك وكتطبعو بجميع المعلومات اللي فيه. اللوجيسيال كيعطيك جميع المعلومات اللي كاينين، العبار، الطول، العرض، والصورة ديال الفيشي. هنا كاينين آخر فيشي سبق لينا حلينا، الفيشي اللي قبل من هذا واللي قبل منه واللي قبل منه نقدر نعاود نتيليشارجيه. وهنا عندنا كيتي كتسد كاع الفيشي. بالنسبه للفونيتر اديسيون غنشوفو كاينه دي فير دي بلاسي لي زيليمون. مثلا انا اخر حاجه درتها مثلا هذا هو الاليمون، درت لي سوبريمي، شنو غطلع ليا فوق؟ غطلع ليا دي فير سوبريمي لي زيليمون، يعني بحال قلتي ترجع خطوه الى الوراء. كاينه هذه تعاود تزيد لقدام، لان مثلا على كونترول زد، كاينه بغيتي دير ليه كوبي تغبرو من تما، كاينه بغيتي دير ليه كوبي وتعاود تكوليه، كاينه كوبي الغوليف عندها علاقه بلا 3 دي حاليا حنا ما خدامين بلا 3 دي، كاينه سوبريمي اذا كليكيت عليها غادي تمسح بطبيعه الحال. غنرجعوه دابا باش دي فير سوبريمي لي زيليمون اللي هي كونترول زد. كاين موديفي الى سيليكسيونيتو، مثلا هنا غنجي غنكليكي على موديفي غتعطيني العرض ديالو، العلو، البوزيسيون مون فيكين بالنسبه للاكس وبالنسبه للاي كيما قلنا الاكس هو هذا الاكس كيمشي من اليسار لليمين، والإيكغيك كيمشي من التحت للفوق. ديبلاسمون بغينا نديبلاسيوه، المهم هادشي ما ندخلوش فيه حتى الحلقة الجاية إن شاء الله. بالنسبة لافونيتر موديل فهي كطلع لينا
اي حاجه عندها علاقه بالموديل. حنا حاليا هذا الفيشي اللي حالينو هو عباره عن موديل. ففي الاول من حلينا الفيشي درنا 3 متر على متر ونص. هنا الا جينا وكليكينا على موديل طلع لنا ديفينيغ طاي. حنا درنا 3 متر على متر ونص. نقدروا نشونجيو واحد مثلا ماكينه فيها 4 متر وندير 4 متر تعطيني 2 متر اوتوماتيكمون. كليكي على اوكي. عندنا هنا لا فينيتر فيكتور عندها علاقه غير بلي فيكتور. شنو هما لي فيكتور؟ لي فيكتور هو اي رسم عندنا في الفيشي. مثلا هذا لو سيركل كيتسمى فيكتور. هاد النجمه كتسمى فيكتور. هاد الرسمه مثلا نصوبو مثلا شي رسمه بحال هكا مثلا هادي كتسمى فيكتور حتى هي. اي حاجه اي رسم عندنا في فيشي كتسمى فيكتور. يعني هاد لا فينيتر اللي كاينه هنا فيكتور عندها علاقه غير بلي فيكتور. مثلا الى جينا هنا وكلينا هنا كاينه على امبورتي غاتامبورت لنا غير فيكتور. حي انا ما عندي حتى شي فيكتور في البيرو دونك ما طلع لينا حتى شي فيكتور. كاين اكسبورتي الا بغيتي هاد الفيكتور تحولو لفورما اخرى مثلا تحولو لواحد الفورما اللي كيتحلو في لوجيسيالات اخرين. كاين كري ان فيكتور الا بغيتي ترسم هاد لا باليت راه هي هادي اللي هنا. كاين فيرمي لي فيكتور. مثلا هنا حاليا عندي انا هاد الفيكتور محلول. الفيكتور محلول هو عنده نقطه حمراء ونقطه عفوا نقطه حمراء ونقطه خضراء. الى جيت وكليكيت على فيرمي لو فيكتور افيك اون كورب غادي تسد ليا هكا. المهم هاد الفينيتر فيكتور عندها على غير الفيكتور. مثلا كاينه ميروار مثلا هادي غادي يولي عندي في لو سونس كونترير ولا غير يولي طالع الفوق. ديكالي الى بغيتي تهرب الفيكتور على بلاصتو مثلا ب 10 مليم على انتيريور كتكليكي عليها كيدخل في بلاصتو. كاين مثلا كاين اجوست كاين فيلي هادو كاع دي باليت اللي عندهم علاقه بالفيكتور. لي سي لو فيكتور عندنا كونفيرتير اون فورم ريغولير. مثلا عندنا هاد البياسه هادي هاد الفيكتور هذا نقدروا نحولوه لسيركل مباشره او نحولوه ريكتانجل عبر هاد لا باليت اللي كتسمى كونفيرتير اون فورم اللي كاينه في الفونيتر فيكتور. كاينه لا فونيتر بيت مابس عندها علاقه ملي كنكون مثلا مصوبين شي رولييف مثلا سيركل غادي نحولو الرولييف بدوبل كليك. رولييف هو شي حاجه اللي مبومبيا نديرو بومبي نطلعو نعطيه واحد لا ليميت ديال 20 مليمتر هي 2 سنتيم نديرو اجوتي فيرمي كليكيو على هنا غيبان لنا راه بومبي. حاليا انا هنا مهبط الريزوليسيون علاش كيبان بحال هكا باش يكون عندي الفيشي حيت انا حاليا ما باغيش نخدم 3 دي. ملي كنبغيو نخدمو 3 دي كنديرو اوتوماتيكمون نوفو فيشي كنجيو الريزوليسيون كنطلعوها للماكسيموم. حاليا حنا خدامين غير كنشرحو يعني ما مضطرش انا نطلع الريزوليسيون. اما نسجلو اما نصوب واحد جديد اما نتيليشارجي واحد ديجا كتخدمت عليه فيشي 3 دي ديجا عندي ندخلو اما نسجلو اما ندلي واحد روتاسيون اما نشونجي لي كولور ديالو اما نفاسي انا كاع بمره. نجينا وندلي دوبل كليك غاز صافي كيمشي الرولييف ديالنا. عندنا هنا باركور دوتي لا فينيتر باركور دوتي عندها علاقه بالمسار اللي كتاخذو الفريزه. ملي كنقولو فريزه بطبيعه الحال هي اللي كنقطعو بها او كنقشو بها كما كتشوفو هنا في الصور وكيتختلفو على حسب كل ماده. مثلا الالومنيوم كيتخدم بفريزه في شكل. حنا نحيدو المصطلح ديال الفريزه غنقولو اوتي. فمثلا الى جينا هنا كيتسموا لي فينيتر كما قلنا هنا لي باليت. الى جينا الباليت اللي فيها باركور دوتي فاوتوماتيكمون ملي غنكليكيو على هاد الاوبسيون اللي كاينه هنا هادي هي ديال القطع. مثلا انا مثلا عندي واحد ريكتانجل اللي هو هذا بغيت ندير فيه هاد الحفره دايره مثلا بلا ما نهضروا على العبارات. نحيدو هادشي من هنا. فبالتالي انا غنسيليكسيون ديك الثقوبه اللي بغيت نثقبها نقول لها واش بغيت نثقبها من الداخل ولا من برا. مثلا انا بغيت نقطعها من الداخل عند هاد ريكتانجل ديجا مقطوع الطرف ديال العود مثلا وبغيت نقطعو غنجي غنسيليكسيون الثقوبه فين عندي على حساب في محطوطه واش هنا ولا هنا. كنكون ديجا مصوب لها واحد الفيشي كنجي كنقول لها بغيت نقطع من الداخل على انتيريور فيكتور سيليكسيوني كنجي مباشره هنا كنقول لها مثلا عندي مثلا خشبه فيها 2 سنتيم او مثلا حنا بداو ب 5 مليم غنقول لها بلي انا باغي نهبط ب 5.5 باش نتاكد انها غادا تثقب. اوكي مباشره من بعد غنختاروا الوشي اللي بغينا. هنا نقول لها مثلا باغي نقطع الاوتي ديال 6 اوكي
سيليكسيوني نجي هنا نعطيها هاد لي بارامتر. مثلا هنا لانكريمون شحال كتحرك الفريزر؟ كتحرك ب 6 ديال المليم، حيت هي طبيعة الحال ديال 6 مليمتر. غادي ندير 20 هنا في لي بارامتر عندي. علاش؟ لانه لوتي ديال 6 كيقدر يقطع حتى 2 سنتيم باس واحد. لافونس هي السرعه باش كتحرك لا ماشين، ملي كتكون كتحرك مثلا لا ماشين غادي تهبط هنا وانا بتحرك بحال هكا كدور دور 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 باش تخدع. السرعه ديال هذه الحركه شحال؟ انا مثلا هنا نقول لها نقدر نتحرك حتى 40 ملم بار سكوند اللي هي 4 سنتيم في الثانيه. السرعه باش غادي نقطع بحال هكا، والسرعه كتختلف. الالومنيوم ماشي هو العود كما قلت لكم، السرعه ديال اللوتي ملي كيكون خدام كتختلف. الالومنيوم الا قطعتيه بسرعه مجهده غادي يذوب غتهرس الميش اللي هي اللوتي. لابروش هي السرعه ديال الهبوط ديال اللوتي. ملي كتبدا الخدمه لا ماشين كيهبط اللوتي باش كيبغي يدخل في العود يكمل ديك 5.5 اللي درنا ليه باش يثقبها باش يبدا يدير داك الموفمون ديال الروتاسيون. هذيك الهبطه ديال لا ماشين ديال اللوتي عفوا باش كيدخل في العود كتسمى لابروش. هنا نقول لها مثلا 20 ملم كافي، الله يجعل البركه. بالنسبه لهاد فيتيس دو لابروش هي السرعه باش كيدور سبيندل اللي هو الراس ديال لا ماشين سي ان سي. مثلا هنا عندنا العود خشب عادي ديال 5 مليم، نقدروا نديروا هنا غير 12300 ولا 12500 كاع يطلع لينا مفيني. من بعد ما كنديروا كالكولي مانتونون كيعطينا هنا واحد التراسي كيورينا السيس ديالنا فين ديزا. فلا فينيتر باركور دوتي عندها علاقه بالباركور دوتي اللي هو اللي صوبنا حاليا. دابا حنا حاليا صوبنا واحد الباركور دوتي. غادي نحاول هنا نجي للموديل نطلع الريزوليسيون غير باش نوريكم كيفاش كيبان ملي كتكون الريزوليسيون طالعه. او نقدروا حنا كاع نديروا وسط منه هاد نزيدوا شي حاجه هكا وشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون. كما كتبان هنا البيزي ديالنا طالعه الريزوليسيون عاليه جدا، يعني قد ما طلعنا الريزوليسيون قد ما كيبقاش يبان لنا داك البيكسل في الفيشي ديالنا ملي كنديروا سيميلاسيون. فوالا هذا ما كان في هذا الجزء الاول من الشرح ديال واجهه الارتكام. نتمنى لا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه باش ناس اخرين يستافدوا، خاصه الناس اللي يلاه شادين الباك او الناس اللي كيقراو في الاو اف بي بي تي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمه الله.